ساكني أرض الطفوف عليكم، سلام محب ما له عنكم صبر، وقفت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد ما ناكم كفر، وسالت عليها من دموعي سحائب إلى أن تروى البان بالدمع والسدر، وقد أقلعت عنها السحاب ولم تجد، وما در من بعد الحسين بها جنيني وضرب الأرجاس
الذي ذبحه ورضيعه وصدره هنده قدم علينا يا إلهي جفوف عبار وغنى اللي ذبسه ملمثلث ملامية وعلى حسين والمسيب ابن نجية وسعيد بن عبد الله الحنفي على الحسن بن علي بن أبي طالب فسلمنا عليه فرد علينا السلام وذلك حين صالح معاوية بن أبي سفيان وهو يومئذ بالكوفة فتقدم سليمان إلى الإمام وقال يا ابن بنت رسول الله إنا متعجبون من بيعتك لمعاوية ومعك 40,000 مقاتل من أهل الكوفة كلهم يأخذون العطايا ومثلهم من أبنائهم سوى أنصارك من أهل البصرة والحجاز ولم تأخذ لنفسك ثقة في العهد ولا حظا في العطية فلو كنتك لما فعلت ذلك وكنت كتبت كتابا وأشهدت عليه شهودا من أهل المشرق والمغرب بأن هذا الأمر لك من بعده ولكن رضيت بذلك أعطاك القليل وأخذ الكثير قال الإمام عليه السلام ما كنت بالذي أشرط شرطا فأنقضه ولا أعمد عهدا فأرجع فيه مذموما أما إذا جمع الله كلمتنا وأعطانا أمنيتنا فما أنفذ إلا أمرا وأنتم شيعتنا وأهل مودتنا ولعمري إنكم أنصارنا ومحبونا ولقد سمعت أبي أمير المؤمنين يقول قال رسول الله من أحب قوما بعثه الله معهم يوم القيامة وأنتم معنا في زمرتنا لا تفارقونا ولا نفارقكم قال حجر والله رأيت الإمام قد أشرق نوره ثم قال إن الناس ليس مثلك ولا يحبون ما تحب وخرج حجر من عند الحسين فاجتمع نفر من أهل الكوفة ووجوه الشيعة وكتبوا إلى الحسين يعزونه على مصابه بأخيه فاجتمعوا في دار سليمان بن صرد الخزاعي وكتبوا إليه أول كتاب فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلى الحسين بن علي بن أبي طالب من شيعته وشيعة أبيه أما بعد فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هو ونسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وقد بلغنا وفاة أخيك الحسن عليه السلام فرحمه الله يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وغفر الله له وضاعف حسناته وعظم الله له الأجر وألحقه بدرجة أبيه وجده صلى الله عليه وآله وضاعف لك الأجر بالمصاب وجبر مصيبتك من بعده فعند الله نحتسبه فإنا لله وإنا إليه راجعون مما أصيبت به هذه الأمة عامة ومما رزقت به خاصة ولقد رزقت بالرزق العظيم وأصبت بالمصاب الجليل فاصبر يا أبا عبد الله على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ونحن شيعتك المصابون بمصيبتك المحزونون بحزنك
المسرورون بسرورك المنتظرون لأمرك، شرح الله صدرك وأعلى شأنك ورفع قدرك ورد عليك حقك، والسلام عليك ورحمته وبركاته. ثم صار الناس يقولون: إن هلك معاوية لم نعدل بالحسين شيئا، وصاروا يختلفون إليه ولا ينقطعون عنه. فبلغ ذلك معاوية بن أبي سفيان فكتب إليه كتابا ويقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من معاوية بن أبي سفيان، أما بعد، فقد بلغني عنك الأمور وأسباب قد انتهت إلي وأظنها باطلة، والأمر إنه إن كان ما بلغني عنك كما ظننت فإنك بذلك أسعد وبعهد الله أوفى، فلا تحتملني على أن أقطعك، فإني متى تكدني أكدك ومتى تكرمني أكرمك، ولا تشق عصا هذه الأمة، فقد خبرتهم وبلغتهم، فانظر لنفسك ولدينك ولا يستخفنك السفهاء الذين لا يعلمون، والسلام عليك ورحمته وبركاته. وكتب الحسين عليه السلام كتابا يقول فيه: أما بعد، فقد وصلني كتابك وفهمت ما ذكرت، ومعاذ الله أن أنقض عهدا عهده أخي الحسن عليه السلام. أما ما ذكرت من الكلام فإنه أوصله إليك الوشاة بالنمائم المفرقون بين الجماعات، فإنهم والله يكذبون. فلما وصل الكتاب إلى معاوية بن أبي سفيان أمسك عنه ولم يجبه وأوصله ولم يقطع صلته، وكان يبعث إليه في كل سنة 1000 دينار سوى الهدايا من كل صنف. قال الكليني في حديث أن معاوية لما حضرته الوفاة مرض مرضا شديدا وكان يزيد غائبا، وذكر أنه كان واليا على حمص، فدعا بدوات وبيان وكتب إليه كتابا يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن الله تعالى خلق كل شيء لميقات يوم معلوم وأجل محتوم، ولو خلد في هذه الدنيا أحد لكان سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله أولى بالبقاء. يا بني، أوصيك بوصية، فأنت بخير ما دمت على حفظها. أوصيك بأهل الشام، فإنهم منك وأنت منهم، فمن قدم عليك منهم فأكرمهم، ومن غاب فاطلع على خبره، فإذا دهمك عدو فسر بهم، فإذا ظفرت فردهم إلى بلدهم، فإذا أقاموا في غير أوطانهم تخلقوا بغير أخلاقهم. ومن قدم عليك من الحجاز فاستوصي به خيرا، وانظر يا بني إلى أهل العراق في أمورهم، فإن سألوك أن تعزل عنهم في كل يوم عاملا فاعمل، فإن ذلك أهون من شق العاصي. وعلم يا بني إني قد وطأت إليك البلاد وذللت لك رقاب العباد، ولا أخاف عليك إلا من 3: من عبد الله بن عمر، ومن عبد الله بن الزبير، ومن الحسين بن علي. وأعلم يا بني إن أباه خير من أبيك، وجده خير من جدك، وأمه خير من أمك، وللمرء ما بقلبك، وهذه وصيتي إليك. والسلام، وطوى الكتاب وسلمه للضحاك وأمره أن يسلمه ولا يزيد. ثم إنه لم يلبث حتى هلك، وذلك ليلة النصف من رجب 60 للهجرة، وضجت دمشق لموته، وخرج الضحاك وكان صاحب جيشه ومعه أكفانه، فصعد المنبر خطيبا وذكر النبي وصلى عليه وقال: أيها الناس، إن معاوية قد مات. ثم أرسل رسولا إلى يزيد يخبره بموت أبيه، وكان يزيد لا ينام الليل ولا يقر النهار من وجله على أبيه، وكان على سطح داره إذا سمع نحيبا وثب قائما، وقال للرسول: يا ويلك، مات معاوية. ودخل يزيد إلى داره ولم يخرج الناس،
فكتب يزيد إلى والي في المدينة أنا خذ البيع من أهل المدينة عامة ومن هؤلاء الثلاثة خاصة. قال فلما بلغ الخبر إلى المدينة أرسل والي المدينة خلف الحسين فجاء الحسين في نفر من قومه حتى دخل على دار الوليد وعندما أخبره بموت معاوية وأمره أن يبايع يزيدا قال لا أبايع بيعتان، إن بايعتك الآن ألا تريد مني بيعة في الصباح أمام الجماهير؟ قال سر يا أبا عبد الله حتى نرى صبيحة غد. فقال مروان بن الحكم لا تدقه يخرج، اضرب عنقه أو خذ منه البيعة. فالتفت الحسين قائلا أو مثلك يأمر بقتلي؟ ثم التفت إلى يزيد إلى الوليد قال يا وليد إنا أهل بيت بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد رجل فاسق فاجر قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. فدخلوا بنو هاشم وأخرجوا الحسين من الوليد وعندها قال اذهبوا إلى تجهيز المحامل. وغادر أبو عبد الله إلى قبر المصطفى ضمني عندك يا جدام في هذا الضريح قلني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكة جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم راسي قبل أبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا فاتخذ درعين من صبر وحزم سابغ ستذوق الموت ظلما ظامئا في كربلاء وستبقى في ثراها عاريا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمر قد غلا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج ودع قبر جده وأقبر إلى قبر أمه ودعها وانحنى إلى قبر الإمام الحسن خويا يا أبو محمد علي رحب الفضاء ضاق قلبي تراه ذاب من لغات الأفرا برض المدينة قبرك وقبري بالعراء رد المنازل والدمع يجري بالخدود. وخرج أبو عبد الله متوجها من المدينة إلى حيث مصرعه ومدفنه إلى أرض مكة ومنها إلى أرض العراق. ودخل إلى العراق في الثاني من محرم الحرام وقد خيم أبو عبد الله وبدأت جموع الجماهير المعادية لآل رسول الله تزدحم على كربلاء. شافت العسكر واصبحت زينب حزين صاحت على العباس يا حامي الضغين شوروا على الوالي يرد بينا المدينة قبل المساء يمسي وقبل يهود اللي شلون
أنا أتقدم لأخوي حسين بالشور والأرض هذه كربلاء والشهر هاشو فوز وسعادة مرجلة ونور على نور إهنا حل المرجلة حل الرجاجيل. قال أبو مخنف وأول راية سارت لحرب الحسين راية عمر بن سعد وتحتها 6000 فارس ثم دعا بشبث بن ربعي وقد عقد له راية وضم إليه 4000 فارس ثم دعا بعروة بن قيس وعقد له راية وضم إليه 4000 فارس ثم دعا بسنان وعقد له راية على 4000 فارس إلى أن تكاملت جموع الأعداء وقام الحسين صبيحة هذا اليوم لما أذن المؤذن صلى بأصحابه ولما فرغ استدعى بدرع جده رسول الله وتعمم بعمامة السحاب وتقلد بسيف أبيه ذي الفقار ونزل إلى القوم وقال أيها الناس اعلموا إن الدنيا دار فناء وزوال متغيرة بأهلها من حال إلى حال. أيها الناس عرفتم شرائع الإسلام وقرأتم القرآن وعلمتم أن جدي رسول الله الملك الديان ووثبتم على قتل ولده ظلما وعدوانا. معاشر الناس ألا ترون إلى الماء يموج كأنه بطون الحيات يشربه اليهود والنصارى والكلاب والخنازير وآل رسول الله يموتون عطشا. فقالوا له أقصر عن هذا الكلام فلن تذوق الماء ولا أحد من أصحابك بل تذوق الموت غصة بعد غصة. فلما سمع كلامهم رجع إلى أصحابه وقال إن القوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال ودعا عليه السلام برجل يقال له أنس بن كامل وقال له امض إلى هؤلاء القوم وذكرهم تعالى ورسوله عساهم يرجعون عن قتالنا ولكن لتكون عليهم حجة يوم القيامة. فانطلق أنس حتى دخل على ابن سعد فلم يسلم عليه. قال يا أخا كاهل ما منك معك أن تسلم علي ألست مؤمنا مسلما؟ قال والله كيف عرفت الله ورسوله وأنت تريد أن تقتل ولده وأهل بيته ومن نصرهم؟ فنكس ابن سعد رأسه وقال اعلم أن قاتلهم في النار لا محالة ولكن لا بد أن أنفذ أمر الأمير عبيد الله. فرجع أنس إلى الحسين عليه السلام فأخبره وأخبر أصحابه وقال أثنى على الله أحسن الثناء وأحمده على الشدة والرخاء. معاشر المؤمنين لست أعلم أصحابا أصبر منكم ولا أهل بيت أوفى وأفضل من أهل بيتي فجزاكم الله تعالى عني خير جزاء المحسنين. ثم إن عمر بن سعد جمع أصحابه للحرب ميمنة وميسرة فجعل في الميمنة الشمر بن ذي الجوشن ومعه 20000 فارس وجعل في الميسرة خولى ابن يزيد الأصبحي ومعه 20000 فارس ووقف بباقي الجيش في القلب وجمع الحسين أصحابه فجعل زهير بن القين ومعه 20 فارسا في المسيرة هلال بن نافع البجلي ومعه 20 فارسا ووقف هو بباقي أصحابه في القلب
وأدخل الأطفال والحرم في الخيمة، وحفروا خندقا حول الخيمة، وملؤوه حطبا، وأضرموه نارا لتكون الحرب من جهة واحدة. قال: وأقبل فارس من عسكر ابن زياد فوقف بإزاء الخندق ونادى: يا حسين، أتعجلت بالنار في الدنيا قبل الآخرة؟ قال الحسين: من هذا الرجل؟ قالوا: جبيرة الكلبي. قال الحسين: اللهم احرقه بالدنيا قبل الآخرة. فما استتم كلام الحسين حتى شب به جواده ورماه في الخندق على أم رأسه، فاحترق عليه اللعنة. عند ذلك كبر أصحاب الحسين وقالوا: يا لها من دعوة، ما أسرع استجابتها. وإذا بمناد ينادي من السماء: هنيك الإجابة يا ابن رسول الله. قال مروان ابن وائل: لما رأيت ذلك من الحسين رجعت عن قتاله. فقال عمر بن سعد: ما بالك رجعت عن قتاله؟ فقلت: والله إني رأيت ما لم تروا من أهل هذا البيت، والله لا قاتلت الحسين أبدا. قال أبو مخنف: وحمل القوم بعضهم على بعض، واشتد بينهم القتال، فصبر لهم الحسين وأصحابه حتى انتصف النهار وهم يقاتلون من جهة واحدة. فلما رأى ابن سعد ذلك أمر بإحراق الخيم. فقال الحسين لأصحابه: دعوهم فإنهم لم يصلوا إليكم. فحمل شمر حتى طعن فسطاط الحسين ونادى علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. فحمل علي أصحاب الحسين عليه السلام فكشفوه عن الخيمة. فقال الحسين: يا شمر، تريد أن تحرق خيمة رسول الله؟ قال: نعم. فرفع الحسين طرفه إلى السماء، قال: اللهم لا يعجزك شمرا أن تحرقه بالنار يوم القيامة. فغضب الشمر وقال لأصحابه: احملوا عليهم حملة رجل واحد وأفنوهم عن آخرهم. قال: فتفرقوا يمينا وشمالا وجعلوا يرشقونهم بالنبل والسهام. فصار أصحاب الحسين بين جريح وطريح. عند ذلك قام أبو تمامة الصيداوي، قال: يا مولاي يا حسين، إننا مقاتلون لا محالة، حضرت الصلاة فصلي بنا، فإني أظنها آخر صلاة نصليها لعلنا نلقى الله تعالى أداء فريضة من فرائضه. فقال الحسين: أذن رحمك الله. فنادى مؤذن الحسين عليه السلام: يا عمر بن سعد، أنسيت شرائع الإسلام؟ ألا تكف عنا الحرب حتى نصلي؟ فلم يجبه عمر بن سعد. ثم لما انتهت الصلاة نادى: يا حبيب، أبرز إلى الميدان ومكافحة الطعن والضرب. فلما سمعه رضي الله عنه كان واقفا بإزاء الحسين، فودع الإمام وقال: يا مولاي، إني أحب أن أتم صلاتي في الجنة وأقرئ جدك وأباك وأخاك منك السلام. ثم برز وهو يقول: أنا حبيب وأبي مظاهر، وفارس الهيجاء ليث كسور، والله أعلى حجة وأظهر، وفيكم نار الجحيم تسخر. حمل على الحسين وضايقه في مجاله وضربه على أم رأسه وقطع خيشوم جواده وأرداه إلى الأرض وهم أن يأخذ رأسه. فحمل عليه أصحابه واستنقذوه من يده، وحمل عليه رجل من بني تميم فقتله، ولم يزل يقاتل حتى قتل 35 فارسا وتكاثروا عليه فقتلوه أمام الحسين. الله أكبر. قال ابن مخنف: لما قتل ابن مظاهر، وين ما تسمع الآن بعد مقتل الأنصار، إذا قتل أمام الحسين عند الحسين
صح. الله أكبر بارك الله فيك. وصار الانكسار في وجه الحسين وقال لله درك يا ابن مظاهر كنت عالما فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. ثم تقدم زهير فقال يا مولاي أتأذن لي بالبراز؟ فقال أبرز. برز زهير أنا زهير وأنا ابن القين وفي يميني مرهف الحدين أذب بالسيف عن الحسين ابن علي الطاهر الجدين. قال ثم حمل على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل 50 فارسا وخشي أن تفوته الصلاة مع الحسين فرجع وقال يا مولاي خشيت أن تفوتني الصلاة. فقام الحسين وصلى بأصحابه صلاة الظهر فلما فرغ من الصلاة قال إن هذه الجنة قد فتحت أبوابها وهذا رسول الله والشهداء والذين قتلوا مع جدي وأبي ينتظرونكم. قال فبرز زهير وهو يقول أقدم حسينا عاديا مهديا اليوم نلقى جدك النبيا محمدا والمرتضى عليا وذا الجناحين الفتى الكميا. ولم يزل يقاتل حتى قتل 70 فارسا وتكاثروا عليه وقتلوه واستشهد أمام الحسين. وبرز من بعده يزيد بن مظاهر الأسدي وهو يقول أنا يزيد وأبي مظاهر أشجع من ليث الشرى مبادر والطعن عندي للطغاة حاضر يا رب إني للحسين ناصر. ثم حمل على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل 50 فارسا ثم قتلوه واستشهد أمام الحسين. فبرز من بعده يحيى بن كثير الأنصاري وهو يقول ضاق الخناق يا ابن سعد وابنه بلقاهما لفوارس الأنصار ومهاجرين مخضبين رماحهم تحت العجاجة من دم الكفار. ثم حمل على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل 50 فارسا ثم قتل واستشهد أمام الحسين. ومن بعده هلال بن نافع البجلي وكان رباه أمير المؤمنين وكان راميا بالنبل وكان يكتب اسمه على اسمه على النبلة ويرمي بها في كبد القوس. ثم حمل على القوم رجالا ونكس أبطالا ولم يزل يقاتل حتى قتل 70 فارسا وقتل واستشهد أمام الحسين. وبرز من بعده إبراهيم بن الحسين الأسدي وهو يقول أقدم حسين اليوم تلقى أحمدا ثم أباك الطاهر المؤيدا والحسن المسموم ذاك الأسعدا وذا الجناحين خليفة الشهداء. قال حمل على القوم فقتل 50 فارسا فقتلوه واستشهد أمام الحسين. وبرز من بعده علي بن مظاهر وهو يقول أقسمت لو كنا لكم أعدادا أو شطركم لكنكم أنكادا يا شر قوم حسبا وزادا لا حفظ الله لكم أولادا. حمل على القوم حتى قتل 70 فارسا قتلوه واستشهد أمام الحسين. وبرز من بعده المعلى وكان معروفا بالشجاعة أنا المعلى حافظا لأجلي ديني على دين النبي وعلي أذب حتى يقتضي أجلي ضرب غلام لم يخف من وجلي. قال حمل على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل 50 فارسا ثم خر إلى الأرض صريعا. وبرز من بعده جون مولى أبي ذر الغفاري وهو يرتجز ويقول
سوف ترى الفجار ضرب الأسود بالمشرفي الصارم المهند، فلم يزل يقاتل حتى قتل رجالا فوقعت في محاجر عينه ضربة وكبابه جواده إلى الأرض، فوقع على أم رأسه فأحاطوا به من كل جانب ومكان فقتلوه واستشهد أمام الحسين. ثم برز من بعده عمير بن المطاع وهو يقول أنا عمير وأبي المطاع وفي يمين صارم قطاع كأنه من لمعة شعاع، إذا فقد طاب لنا القراع ولم يزل يقاتل حتى قتل 30 رجلا. ثم برز من بعده الغلام الذي أسلم وهو وأمه على يد الحسين ويقول إن تنكروني فأنا ابن الكلب عبل الذراعين شديد الضرب، لا أرهب الموت بدار الخرب أفوز بالجنة يوم الكرب. ثم حمل على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل 40 رجلا وقتل رحمه الله، واحتزوا رأسه ورموا بعصبه إلى عسكر الحسين واستشهد أمام الحسين. وبرز من بعده الطرماح وهو يقول أنا الطرماح شديد الضرب وقد وثقت بالإله ربي، حمل على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل رجالا وكبابه جواده فأرداه إلى الأرض صريعا فأحاطت به القوم واحتزوا رأسه واستشهد أمام الحسين. وبرز من بعده جابر بن العروة الغفاري وكان شيخا كبيرا قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه بدرا ووقعات غيرها، فجعل يعصب حاجبيه ويرفعهما عن عينيه والحسين ينظر إليه وهو يقول شكر الله سعيك يا شيخ. ثم حمل على القوم وهو يرتجز ويقول قد علمت حقا بنو غفاري وخندف ثم بنو نزاري بنصرنا لأحمد المختاري، يا قوم حاموا عن بني الأطهار. ثم حمل ولم يزل يقاتل حتى قتل منهم رجالا وقتل أمام الحسين. وبرز من بعده مالك بن داود وهو يرتجز ويقول إليكم من مالك الضرغامي ضرب فتى يحمي عن الكرام يرجو ثواب الله ذي الإنعام سبحانه من ملك علام. حمل على القوم ولم يزل يقاتل حتى قتل 60 فارسا وقتل أمام الحسين. وقاف ما بينهم والدمع سجى وقالهم هاي تاليكم يا الأحباب أنا أعتب وادري مالي اعتاب، اتكى على سيفه وهو يقول أنتم نيام أم حال بيني وبينكم الحمام، حبيبي حبيب مسلم بن عوسجة لم يسمع نداء رحمهم الله تعالى، فأقبل إلى أهله ولم يبقى في داره من أهل بيته بعد أنصاره، وأول من حمل هو شبله وابنه علي الأكبر، درنا عليه النساء كالحلقة، الحسين كلما رفع يد امرأة وضعت الأخرى يدها عليه قالت ركوه، فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. خرج علي الأكبر واحتضنه الحسين عند باب المخيم، أويلي من تلاقوا عند الهدى
امشى بقطور لما هو وللقاع غدا ما يدمع ينجال بالصاع مشى على الارض خطوات ضمه ضم الوداع واصعده على جواده صاح علي انا علي بن الحسين بن علي نحن وآل البيت اولى بالنبي اضربكم بالسيف حتى يلتوي ضربة غلام هاشمي علوي والله لا يحكم فينا ابن الدعي. قالت ليلى للحسين مولاي تجلس عند خيمتي لأرى صورة الأكبر في وجهك بينا هي فرحانة برؤية الحسين ليلب فرح وجه حسين فرحانة تشوف يعاين ابن ما خلم كان آخ حسين لحظة غيرت ألوانة هل أصيب ولدي قال أنا يا ليلى ولكن برز لرجل أخاف من عليه شسوي مولاي قال أطب الخيمة واندعي له دخلت إلى خيمتها إلهي بالقرآن وشهر رمضان سمعها الحسين قالها ليلى قولي إلهي بغربة الحسين بالحسين وشمامي مصيبة يا راد يوسف من مغيبة اليعقوب ومسكن نحيبة أريدك علي سالم تجيبه أغمي عليها رجالي ورأس بكر بن غانم بيده صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا سطوت فصيدي الأبطال أبهل من جائزة ماذا تريد قل يبى شربة مية الجبدي أتقوى ورد للقوم وحدي بويا فطر جبدي وحق جدي قال بني ارجع إلى الباب سيسقيك جدك رسول الله قبل لا ترجع روح سلم على أمك أقبل ما يمكن يتأخر الأعداء ينادون أجبنتم عن القتال قبل رأس أمه وطلع خطن أبوه قال لا يبا كل أمي خل تقطع الظنة الظنة وقلها الولد ما يرجع لنا وحمل على القوم أبلى بلاء حسنا بينا هو يقاتل إذ أقبل له العبد رافعا سيفه ضربه على أم راسه نادى ادركني أبي يا حسين أقبل الإمام مهرولا وصل عند ولده ألقى بنفسي عليه قال بني على الدنيا بعدك العفاف من شاف الولد يقطع بالأنفاس صاحب صوت لحق لي يا عباس بويا بويا من سمع يمك ونينك ومن شبحت لعند الموت عينك للعشرين ما وصلت سنينك وحاتفني علي كل دار لك شر وبرز من بعده القاسم ابن الحسن عليهما السلام كأنه البدر في ليلة تمام قال سيدي ها نحن عبيد بين يديك مرنا بأمرك صلوات الله عليك فقال له ولأخيه احملا فحاميا عن حرم جدكما ما أبقى الدهر غيركما بارك الله فيكم فبرز القاسم وله من العمر 14 سنة وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن والله أخواني يعني هذا اليوم كلش ثقيل وصعب على القلوب ما ينطاق يعني ودي هذا اليوم كل واحد ما عندي تعبير عبر عنه ما ينطاق يعني الآن أنا كاره وجود
ربي هذا اليوم ما أدري شلون أقرأ شلون أعيش ما أدري. أريد كاي بس تتصور الآن قبل 1300 وكسور من السنة تشوف هسه الإمام يا حالة بكربلاء. الإمام مش جاي يقول شد ناس حايضة بيه ها؟ هاي الإمام يدركها صاحب العصر لأبكين عليك بدل الدموع دم. كل ساعة يجي واحد من أهل المخيم مقتول وويلا وسيدا إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا صبوا صوب المزن. قال حميد بن مسلم رأيت الأزدي يتخفى قلت إلى أين؟ قال أذكر الحسين بهذا الغلا. قلت والله لو تعرض لولدي لما دنوت منه. قال والله لأفعلن يا الله. أقبل الأزدي رافعا سيفه ضرب القاسم على راسه نادى ادركني يا عمار. أقبل الحسين قتل قاتل القاسم جلس عنده بويا ولدي يا ابن أخي إش حاجة لك على الموت يمشن قبل لا تكبر بالعرس تتم. حمل القاسم ورجلاه يخطان الأرض. شلون هذا القاسم الحسين شايله ورجليه يخطان بالقاع؟ إذا الحسين لقوه محدودة بالظهر وجاء بالولد وضعه في المخيم. دخلت علي زينب ماكو الحسين بالخيمة وين راح إمامكم يا شيعة؟ حققت النظر وإذا الحسين نايم بين الأكبر والقاسم ويصيح شبان فرقتكم ثجين. هنا يا مغسل الشبان بهداي بهدا من تصب عليهم الماي. شبان بالله لا تونون تصدعون قلبي من تخلون وخسرات الدنيا تجرون. سيدي يا ابو علي هاي ام القاسم اجت تبكي على وليدها. قال خل تجي يا مولاي ودخلت وقعدت يم الولد وهذه الأمهات وخلت صدرها على صدرها تصيح يما حاجيك شو ما تحجي وياي وياي يا هرش قلبي وما يغينا. ولم يبقى عند الحسين سوى العباس. أقبل إلى أخيه مولاي أرخصني فقد ضاق صدري. قال لي يا عباس أنت إذا ذهبت يؤول أمرنا إلى الشتات. ترضى يا عباس يا حسين سكن بطفلك الملهوف جتني يابس لسانه وحالته والله شغبتني حال العزيزة وحال أخوه شلون فتني. رخص الحسين أصعده على جواده قال له اركب بنفسي أنت. أقبل العباس أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة. أين تفرون اليوم يا كفرة؟ وكان على المشرعة 4000 فارس كشفهم عنها. دخل إلى العلقم ملأ الركوة
أخس ببرد الماء يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين شلون أشرب وخويا حسين وسكنا والخراب واطفال رضع وظن قلب الغليل التعب ليران وظن يوم قرب والعمر قصر أجركم الله ملأ الركوة خرج العباس صاحب نساء يا قوم لئن أوصل العباس الماء أفناكم على آخركم أقبلوا عليه من كل جانب ومكان بينه ويقاتل إذ كمن له حكيم ابن الطفيل من وراء نخله ضربه على يمينه فبراها والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين أخذ السيف بشماله وهو يقول يضرب بهم يمينا وشمالا غير مبال بقطع يمينه إذ كمن له آخر من وراء نخله ضربه على يساره فبراها يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار بينه ويقاتل ضعف عن القتال أقبل حرمله حكم سهمه رماه بسهم في عينه شغله ذلك السهم عن الحركة مد يده اليمنى وجدها مقطوعة مد اليسرى وجدها مقطوعة أخلى رجليه من الركاب وبغى السهم بين ركبتيه وإذا عمد الحديد على راسه نادى ادركني أخي يا حسين أقبل الحسين مهرولا وصل إلى العباس يا عباس أنا حسين يمك واختلط دمعي في أقدمك وحاير يا ابو فاضل بلمك بعد شيله امتنع العباس وياي خويا وياي خويا حسين خليني يقل لي اشياء زهرة سما يقل وعدت سكنة تراني بماي واستحي منها من اسدار يقل ايسك سكنة من الماء توجب احداي يا خويا من العطش رادت تجي وياي ودع اخاه قام خطوات واذا بصوت خويا حسين سلمني على اختنا قل هالمنية فرقتنا رجع عنده ابو عبد الله واذا بالعباس مد رجله ادير ما عنده حتى يمدهن حركه الحسين وفاضت روحه المقدسة أين الصارخون حسين وسيدا ولم يبقى سوى أبو عبد الله في مخيماته ظل بوحده إمامكم بعد ما عنده أحد انت شغل الرمح صاح وغربته ووحدته ألم الناصر ينصرني صيح لبيك أبا عبد الله لبيك تقول زينب لما ما اجانا هذا النداء شفت عبد الله الرضيع طلع ايده من المهد يعني تعالي خذني يا ابويا اقبل الحسين اخذ رضيعه يا قوم ما الخطب الفضيح نبؤوني انا المذنب ام هذا الرضيع
لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع. فانقسم القوم فرقة قالت اسقوه وفرقة قالت لا تسقوه وفرقة قالت لا تبقوا لأهل هذا البيت باقي. يقول ابن سعد قال يا خرملة اقطع نزاع القوم. بماذا؟ قال ألا ترى عنقه كأنه أبريق فضة. يقول حكمت سهمي ورميت الطفل بالسهم وذبحته من الوريد إلى الوريد. لما أحس بحرارة السهم استخرج يده من القماد ولواها على عنق أبي. جاء به إلى المخيم. زينب هذا الولد ودي الأمة. قالت له شلون أوديه مذبوح يا أبو علي؟ قال صيحي له خل تجيني. إجت الوالدة شافت الولد ولك يما 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 الول والدميع والناخ شيفيت وانت ما تحرك رجل يا ويد. جنت تتبسم بوجهي من بعيد وهسه ما تفك عين من حاجيك. آه وحسين وجلس الحسين قليلا عند عياله وأوصاهم بالصبر والثبات وقال إن الله حاميكم ونصركم. ثم قام وقال من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله. قبل شوية كان عندي علي الأكبر يخدمني كان عندي العباس يخدمني. أقبلت زينب قالت له أنا خادمتك يا أبو علي. راحت جابت الفرس قالت له أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيله على صحوة جواده. وإذا بالحسين ضرب الفرس ما مشت حركها ما تحركت. زينب قالت له أبو علي لا تلوم الفرس لو ما مشت خويا انظر إلى رجلي الفرس عاين. وإذا رقية شابقة رجليها للفرس قالت له وين ما كذبوا أين الصارخون حسين. نزل الإمام خلاها في حجره مسح على رأسها وعلى صحوة جواد. يلا وياي حتى نختم الوقت لمقتل الحسين روحي له الفدا وياي. وإذا بصوت من خلفه وياي لطمة ونعوها مهلا مهلا الوداع الوداع يا ابن الوداع الوداع مهلا مهلا الوداع الوداع يا ابن الزهراء الوداع. أسمعكم يا ابن الزهراء وهذا تالي وداع بينك وبيني هذا تالي وداع بينك وبيني منك اشبع شوف يا نظر عيني منك اشبع شوف يا نظر عيني. لو غبت عني من يباريني لو غبت عني من يباريني ابن الزهراء الوداع الوداع مهلا الوداع. شتان اليوم ما تحكي مهلا الوداع الوداع يا ابن الزهراء الوداع الوداع. ايه ويا عزيز
عزيز الروح شيله شيله يا عزيز الروح من غيب تغني يا عزيز الروح من غيب تغني دنيتي بالواي دهري محني وانا محجوبة من زغر سني وانا محجوبة من زغر سني يا ابن الزهرة الود ودعا مهلا مهلا الود الله يغوتكم مهلا قلت له انزل من على ظهر جوادك اللهم عني على هذا المصرع يا الله والله يعينك يا اخويا وماجور اللهم اجعلني وجيها عندك بالحسين وارزقني شفاعة الحسين وثبت لي عندك قدم صدق مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام نزل الامام قلت له اخي اكشف لي عن صدرك كشف لها شمته في صدره قبلته في نحره توجهت إلى المدينة قالت أمانة ردت وديعة استرجعت قالها زينب أي أمانة قالت لأمانة من أمي قالت لي إذا رأيت الحسين خرج وحيدا فريدا إلى أرض مصرعه شميه في صدره قبليه في نحره أما صدره فموضع الخيول أما نحره فموضع السيف أين الصارخون حسين وإلى أقبل الإمام أنا الحسين بن علي عليت ألا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي قتل مقتلة عظيمة كشفهم عن الماء صاروا كالجماد المنتشر بين يديه قالوا لئن شرب الحسين الماء أفنانا عن آخرنا استعملوا المكيدة قالوا يا حسين أتلتذ بالماء وقد هتكت خيمتك ترك الماء ورجع رأى الخيمة سالمة عرفها أنها مكيدة عاد إلى القوم يضرب بهم يمينا وشمالا قال الرجال أن يأتون إلي فردا فردا لما رأوا ذلك وقد أخذ منهم مأخذة كبيرة تفرقوا عليه من كل جانب ومكان آجركم الله يا مؤمنين وأول جرح أصيب به الإمام بحجر بجبهته أين الصارخون حسين وسيدا وإماما وأخذت الجراحات تترى عليه من كل جانب ومكان عند الحسين أخذ يتمايل على صحوة جواده إذا مال الحسين إلى هذا الجانب مال الجواد إلى ذاك الجانب أريد يخلي الإمام يستقر ما قدر قال له لا أستطيع بعد أن أقعد على ظهرك قعد الفرس بالأرض شلون طاح أنت المؤرخ قال سقط على خده الأيمن وقد جمع وسادة من الرامل واتكى عليها أبو عبد الله رفع الثوب ليمسح الدم عن جبهته وإذا بالسهم المثلث في قلبه أين الصارخون حسين وسيدا وحسينا وعلى حسين وحزني على حسين وحزني إلك وويلاه وقع السهم في صدره وأخرج ثلث
الأنثى وإله عليك يا أبو علي. الإمام ما استطاع استخراج السهم وضع يده تحت السهم وقد امتلأ الدم وأخذ يلطخ لحيته وشعر رأسه وقال هكذا ألقى جدي رسول الله أن دعا أغمي عليه. أقبل جواد الحسين نحو المخيم يقول الإمام السجاد أول واحد الدرى أن أبوي طاح من على ظهر الجواد أنا سمعت الفرس تقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. خرجت زينب ولما رأت السرج عليه ملوية ولا صحت يا محرق سياً قل لي عن ولي. زينب للمهر قالت وهي على الغضب جمضة يا محرق سياً أروح وياك أخاف سياً ما يرضى منرد أطلع خيالي يصير لعيون الزلم عرضة وخوي حسين ما يقبل أخافا يا المهر يزعل لكن أوقف على التل وصيحا وين أخوي حسين بل كان يسمع الندها. قال المهر يا زينب كانك ما بقى لك راي ابن أمك وقع ويصيح يا الوادي مريد الماي جيب الماي يا زينب وانا اخذك وياي ويشرب والد سكينه ومن يشرب يفك عينه والقعده ويحاكينه وبمقصبك يا زينب جروح التكلف انشده. واحتار المعسكر يقول ملا عطيه رحمه الله اتحير العسكر يوم طالت غشوه حسين يلا خل اهيئك بعد جيب المزرع انا وياك ترى يلا. تحير العسكر يوم طالت غشوة حسين شافوا ثلاث ساعات مرمي مغمض ناس تقول حسين بطل عن ونينه فارقت روحه وغمضت للموت عينه والآخر يقول حسين كلكم تعرفونه صاحب حمية أغلى بناته والنساوين إن كان ردتوا تعرفونه عدل لو مات هجموا على خيامه ولو الفاطميات. أقبل الزينب صعدت على ربوة وضغت يدها على رأسها صرخت ثلاثا حسين 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 إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. يقول وضغ الحسين يده في الأرض قام ثلاثا وسقط على وجهه ثم قال يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. قال له الشمر ما ندري ما تقول يا ابن فاطمة. قال أقول أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. كل ما برز رجل لقتل الحسين تحمي أشقته الغيون فكلما حاولنا نهجا خلنه مسدودا ما يقدر يتقدم إلى ذبح الحسين. فقال عمر بن سعد فتشوا في الجيش هل يوجد نصراني أثر عليه جيء به قيل اذهب إلى حز رأسه. أقبل جلس عند الحسين قال له الحسين يا أخي النصارى أقرأت الإنجيل؟ قال بلى. قال أمررت بالصدر الفلاني؟ قال بلى. قال أقرأت الاسم الفلاني؟ قال بلى. قال ذاك الاسم اسم جدي رسول الله. عندها ترك الحسين وقام. أقبلت زينب نظرت إلى الحسين بهذه الحالة نايم خيي شلون نام وحر الشمس غير رسومه. قالت أي أبو أي عمر أيقتل الحسين وأنت تنظر إليه؟ فأدار بوجهها عنه بوجهي عنها وقال
ارسلوا الى الرجل واريحوه. لما ابتعد كل الرجال عندها انحدر شمر وسيدا. لما شافت زينب الشمر جاي صوب الحسين ذبت روحها على الحسين: خويا وين اضمك وين اودي يا حسين؟ والله تحيرت بك. اقبل الشمر عيلي عيلي، شوف ايش سوى زينب، لزمت حجابها بايدها اليسرى ولزمت شمر بايدها اليمنى، دفع زينب وسل السيف بايده، دفع زينب الصارخون حسين وسيدا. اقبل الى الامام رفسه برجله وضربه بالسيف 12 ضربة وجلس على صدره. صاح الحسين: لقد ارتقيت مرتقا عظيما، اكشف لي عن وجهك. ولما كشف له قال الحسين: صدق جدي فيما قال. قال الشمر: وما قال جدك؟ قال: اجل جدي لأبي يقتل ولدك هذا، رجل أبقى أبرص له بوز كبوز الكلاب وشعر كشعر الخنازير. قال: لا زال جدك يشبهني بالكلاب والخنازير، أنا والله لأذبحنك من قفاك. قام عنه رفسه برجله ومكن السيف في نحر الحسين. أين الصارخون حسين؟ يا الله يا محمد يا علي. والحسين كلما قطع منه ودج صاح أمه يا فاطمة، واختز رأسه المقدس. أين الصارخون حسين؟ ولا رمح طويل يصيحون: زينب طلقوها، خردوا قلبها براس اخوها، ولو بجت بس يا تضربوها، سبوا الزكية وشتموا ابوها. قم على حالك، قم وقف، بارك الله فيك. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرة. وسع وسع. بعد جدي فأنا ابن الخيرتين، خيرة الله من الجبل جبل، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا صوتك خيرة الله. بعد جدي فأنا والدي شمس وأمي قمر. وحدة والدي شمس وأمي قمر، والدي شمس وأمي قمر، فأنا الكوكب وابن القمر. خيرة الله من الخلق أبي، خيرة الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن القيرتين. خيرة الله بعد جدي.
كفر القوم وقد من رغبوا كفر القوم وقد من رغبوا عن ثواب الله رب العالمين كفر القوم وقد من رغبوا كفر القوم وقد من رغبوا عن ثواب الله رب العالمين خيرته نحن أصحاب نحن أصحاب الكساء خمستنا نحن أصحاب العبا خمستنا قد ملأنا شرقها والمغربين نحن أصحاب العبا خمستنا قد ملأنا شرقها والمغربين خيرة أختي خويا فضة قد صفيت من ذهب فضة قد صفيت من ذهب وأنا الفضة وابن الذهب ذهب في ذهب في ذهب ذهب في ذهب في ذهب وأنا الفضة وابن الذهب ثم جبريل لنا سادسنا ثم جبريل لنا سادسنا نزل جبريل مع الخامسة خيرة الله بعد جد ونحن أصحاب العبا خمستنا شيل هيدك نحن أصحاب العبا خمستنا نحن أصحاب العبا خمستنا قد ملأنا شرقها والمغرب وما حد أعلم حبيتك والصانع ما حد أعلم حبيتك والصانع انت روح تنولد ويانا انت روح تنولد ويانا ما حد اعلم حبيتك وصانا ما حد اعلم حبيتك انت روح تنولد ويانا انت روح تنولد ما حد انت روح تنولد اقعدها ما حد اعلم حبيتك وصانا على كيفك خوي عيني انت ما حد اعلم حبيتك وصانا ما حد اعلم حبيتك وصانا انت روح وتنولد ويانا انت روح وتنولد ما حد روح لو قلتها بغناك الروح ها ها روح لو قلتها بغناك الروح لو قصدها الموت ياخذها ويروح لو قصدها الموت ياخذها ويروح جارح شلنا كوني شل بيك الجروح جارح شلنا كوني شل بيك الجروح انت بلوى وما حد كل بلوانه انت بلوى وما حد كل بلوى شريدك ما حد اعلم حبيتك وصانا ما حد اعلم حبيتك وصانا انت روح تنولد تعبان مولاي ما حد الله والينا ورسول الله الوالي من بعد ان الوالي حيدر علي من بعد ان الوالي الله والينا ورسول الله الوالي الله والينا ورسول الله الوالي ومن بعد ان الوالي حيدر علي من بعد ان الوالي حيدر علي بالذر 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 سقنا لها
وانا الهود النبالي تلوق باسمك كلمة المولانا تلوق باسمك كلمة شريدك ما حد على محبتك وين عشاق الحسين انت روح وتنولد ويانا انت روح وتنولد ويانا وباسمك اللهم رب العالمين باسمك اللهم رب العالمين ياك نعبد واياك نستعين ياك نعبد واياك نستعين زيدنا اللهم من حب الحسين زيدنا اللهم من حب الحسين زيدنا اللهم من حب الحسين احنا ما ننسى وما ينسانا احنا ما ننسى شليدك ما حد اغلى محبت باسمك اللهم رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين زيدنا اللهم من حب الحسين احنا ما ننسى وما ينسانا احنا ما ننسى محال شريدك خويا روح لو قلتها بعنا كل روح لو قصدها الموت ياخذها ويروح لو قصدها الموت ياخذها ويروح جرح شلناك ونشل بك الجروح جرح شلناك ونشل بك الجروح انت بلوى وما حد كل بلوانا انت بلوى وما حد كل بلوى ما حد خويا ما حد اعلم حبيتك وصانا انت روح وتنولد ويانا انت روح وتنولد ويانا الله والينا ورسول الله الولي الله والينا ورسول الله الولي اسمعني وانت تقول بارك الله فيك هذا نداء العقيده اختارت هذه لان فيها نداء للعقيده واحجيها وياي ليش ساكت الله والينا ورسول الله الولي الله والينا ورسول الله الولي ومن بعد ان الولي حيدر علي من بعد الله والينا ورسول الله الولي الله والينا ورسول الله الولي ومن بعد ان الولي حيدر علي بالدار سقينا الهود النبلي بالدار سقينا الهود النبلي تلوق باسمك كلمة المولانا تلوق باسمك كلمة المحال واحنا سمنا بنات حيدر غشنا بالغزو الدلا حسين لا ترضى يا ابو الغيرة نضل بين الرجال واحنا سمنا بنات حيدر غشنا بالغزو الدلال لو ما خرقوا خيمنا لا تظن نطلق مخال انا بتمن وانا ختمن والغدو يشوف الخيال وانا صيحا يا اهلي غيرة وين البيكم وانا صيحا يا اهلي غيرة حايرة بين الشريعة وبين الحسين حايرة بين الشريعة وبين الحسين ايه بحيط دغدغ للثرى ونيران شبت خيمتي تحرق ايتامك شفت او قمت اطفي دمعتي
ولا سمعت صيحتي من على التل ما شفتني ولا سمعت صيحتي حسين خدري مسلب خويا وقوم خشم لاخوتي حسين خدري مسلب خويا وقوم خشم لاخوتي وانا صيحا يا حسين غير وين البيكم وانا صيحا يا حسين حايرة بين الشريعة وبين الحسين إلك شافني العب ولا ولا قلي ايش جابك يا زينب وين بيك المقنعة قلت له جرح صعب عينك والجفوف مقطعة قلت له جرح صعب عينك والجفوف ولا وانا صيحا يا خالي غيره وين ما تحكي وانا صيحا حايرة حايرة بين الشريعة بين الحسين حسين لا ترضى يا ابو القيرة نضل بين الرجال واحنا سمنا بنات خيدر عشنا بالعز والدلال علي علي حسين لا ترضى يا ابو القيرة نضل بين الرجال واحنا سمنا بنات خيدر عشنا بالعز والدلال لو ما حرقه وخيم ولا تظن تطلع محال انا بتمن وانا ختمن والعدو يشوف الخيال وانا صيحا يا هلي غيره وين البيكم وانا صيحا يا هلي غيره وين حايره حايره بين الشريعه وبين شريطك شريطك خويا حايره بين الشريعه وبين صيحتي حسين خدري مسلب خويا وقوم حشم لاخوتي وانا صيحا يا علي غيره وين البيكم وانا صيحا يا علي غيره وين وانا صيحا يا علي غيره وين حايره حايره بين الشريعة شيلك شيلك خويا من ينشدون طارش يا طارش
من يسمعونك أهل النشامة بسرعة يجونك ولا أهل هاي الأطفال من ينشدونك أهل هاي الأطفال من ينشدونك قلهم ترحسين ذبحوا بنينا قلهم ترحسين طارش يا طارش طارش يا طارش مر بالمدينة وقل للعمامي خد لحق علينا هذا بيت الختام يقرأ والله يعودكم إن شاء الله أعانكم الله على خدمة الحسين صاحت وين الذي سج بطريجه والريح لولوح رفيجه يوصل هلي ويظهر نشيجه يصرخ بصوته ويشق زيجه يقل للنبي ويخبر خديجه ترى يبس حسين العطش ريجه ويلي وعدو بجعلي وصديجة وقلهم صفج زينب بضيجة عوالي أخوت حيود شيالة عوالي ولا يرضون لو سمعوا عوالي كانت روس نبيهم عوالي هبطت من هوا بالغاضرية يا هبطت من هوا بالغاضرية ولا حيين أهل دور أهل دوم للخطار حيين بصلاة الليل والقرآن حيين يا طارش قلبي عدنان حيين لو موت وخده وزينب سبيل ضاعت زينب بتعلي ضيعني الوالي وخلاني غريبة ولا بلد يمي جريبة عني ايش دعوة يا علي مطول الغيبة وما تنجف زينب ويا نساوين وعلى حسين وحزني اتعجب على ما يحكي وويلا على حسين أخو حسين بعدك لا هنا عيشون ولا لدت مشارب نحن بعدك يا غريب الدار أصبحنا غرائب يا الله وأنا مجلسنا احنا مستمر إن شاء الله الليلة وباكر وباكر خادمكم يا رب المنبر في هذه الحسينية عامرة بأهلها وباسم الحسين بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم نوجه مولانا الحسين بن علي في هذه اللحظات أمركم إن شاء الله يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
بابن رسول الله إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، فاسأل ربك بقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وتحسين عواقبنا وعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، واحفظ هذا الجمع من الأخوة والأخوات واقضي لهم كل حاجة من حوائج الدنيا والدين إلى من مات على